في فريق الجونة ممثل البحر الأحمر. انطلقت المباراة، نتمنى أن تكون ممتعة ما بين الفريقين. لقاء بلدية المحلة والبنك الأهلي، بلد ممكن يجيبها مرة ثانية مدبولي، وتمريرة في الناحية اليمين عند جريندو بكرة عرضية إلى بسوني تفوت وتعدي، وصلت إلى يعقوبي في متابعة من داخل منطقة الجزاء وداخل المرمى، يسجل ويتقدم فريق البنك الأهلي من عرضية يعقوبو من هجمة كانت فيها خطورة من بدايتها بعد ما اتلعبت لمحمد بسوني من على حدود ملعب ارتكب قبل أن تستكمل الهجمة، وهناك لمسة يد. هنشوف بالفعل هو قرار العتباني بأنه تم إلغاء الهدف نتيجة أن كان في لمسة يد من قبل خط وسط الملعب. هذه الكرة العرضية تعدي من بسوني، لمسها وحضرها بطريقة ممتازة يعقوب، يحسب لأنه عمل التكملة، لعبت عرضية وعلى طول مدبولي في الشباك تات اللي بيقودها حسام وأكيم ومحمد أشرف، مع التقدم وزيادة تأتي عن طريق لاعب محمد عادل أمن اللي منتظر العرضية. الكرة العالية تروح وترجع ليوسف حسن بالتصويبة بعد ما حضر ومرر وكرر انه يعيد الكرة للخلف، فقدوها نتيجة تكتل عمله لاعبي فريق بلدية المحلة. لعبة أمامية، محمد أشرف في الجانب الأيسر، استلام من على حدود منطقة الجزاء، يستلمها لمحمد عادل أمن اللي اقترب ودخل لمنطقة الجزاء في محاولة اختراق وضرب التكتل الدفاعي من وسط دفاع بتمريرة في الجانب الأيسر. كرة عالية في اتجاه جريندو لكن وصلت سهلة عند الحارس أحمد حسين. 30 دقيقة مرت قبل المصري بورسعيدي، وكان له تواجد لفترة قصيرة مع الترسانة مع الشواكيش. أحمد النادري يضغط على فافور أكيم، استخلاص كرة تمرر عند يعقوبو في الجانب الأيسر، عرضية ممتازة مدبولي، مش ممكن، كاد أن يفعلها مدبولي ويترجمها إلى هدف سليم من نفس العرضية اللي سجل منها من قبل عن طريق يعقوبو، لكن كان تم إلغاء الهدف بسبب خطأ نتيجة لمسة يد أحمد. كرة في اليمين من بسوني إلى مدبولي، خرجت إلى رمي التماس، ومعها يطلق محمد العتباني صفارة الختام والنهاية لأحداث وتفاصيل الشوط الأول من لقاء بلدية المحلة والبنك الأهلي. شوط رائع على مستوى الهجوم من فريق بلدية فتحي، بينما لفريق بلدية المحلة وعند أحمد عبد الرؤوف 4 تعديلات أجراها قبل بداية اللقاء عن آخر مباراة كانت أمام بيراميدز في الأسبوع بالجزار. لمسة في اليمين عند محمد بسوني قد يتفوق بسرعته، لعبت حلوة لأسامة ما استلمش كويس، راحت إلى جريندو، مش ممكن، فرصة لا تضيع مع الدقيقة 56، كاد أن يفتتح المواضيع التهديفية من هجمة كانت للبنك الأهلي على مرمى البلدية. عدت كرة وكأنها كانت خفية، حسين يتألق، شوف الجملة الجميلة من صناعة يعقوب كالعادة، كراته العرضية مؤثرة، كراته العرضية فيها بلسم شافي للمهاجمين وتحتوي على سم قاتل لحراس المرمى والمدافعين. هنا بسون استلم، قرر وسدد على يسار أحمد حسين يتألق في الأولى، ثم يتابع التألق من جديد، وحرم أسامة فيصل من أن يسجل من كرة تانية تأهيات وأتيحت له فرصة تهديف كانت مع الدقيقة 58، لكن مع الدقيقة 56 العرض كما نشاهد ونتابع، حرمت جريندو من هدف بعد إبعاد هشام حافظ بشكل خاطئ. جريندو خد الكرة، اتلعبت إلى محمد بسوني لأسامة تاني داخل منطقة الجزاء، يلف يدور مع محمد عبد الرازق، تفوق من محمد عبد الرازق المدافع. محمد عبد الرازق كان نال بطاقة حمراء في لقاء زد اف سي 5 لقاءات، هذا هو اللقاء السادس. كرة ملعوبة على جريندو، فاتت من محمد عبد الرازق، لمسها في الأخير، راحت اللي أدارهما هذا الموسم في لقاء سموحة مع الجونة ولقاء زد اف سي مع سموحة في الجولة الأولى وفي الجولة الخامسة، 3 لقاءاته في الدوري هذا الموسم. الكرة أمامنا من أسامة فيصل في محاولة كانت من دهما بعد ما حاول أنه يتخلص من رقابة محمد عبد الرازق، هون إسلام مرزوق
القدم اليمنى لإسلام مرزوق، مع القدم اليمنى لأسامة فيصل، مع وجود حراسة مشددة مفروضة على أسامة فيصل من قبل المدافع محمد عبد الرازق. دقيقة 65 مباراة حتى الآن لم تتغير على مستوى اكتساب الحكم لركلة جزاء، أم لم يكن هناك التلامس اللي يسمح بذلك، ولكن هناك ركلة جزاء تحتسب، ركلة جزاء تحتسب بقرار فرمان وقرار بركلة جزاء مدبولي والحارس أحمد حسين، ومدبولي يسجل ويتقدم لفريق البنك الأهلي مع الدقيقة 68. حرك الشباك الثابتة غير النتيجة من تعادل بدون أهداف إلى هدف مقابل لا شيء للبنك الأهلي على حساب بلدية المحل. أول هدف يسجل في أول لقاء يجمع الفريقين على مستوى بطولة الدوري. أمامنا كريم حسن شحاتة مدير الكرة لفريق البنك الأهلي في تشجيع للاعبي الفريق. مدبولي أسكنها في الشباك وسجل، منح التقدم لفريق البنك الأهلي. مدبولي يسجل أول هدف له مع فريق البنك. ثلاث تعادلات. أحمد حسين يترقب، يتأهب ويستعد داخل منطقة الجزاء، هدف ثاني لفريق البنك الأهلي، هدف ثاني ولدغة، لدغة العقرب كانت من اللاعب الأقرب لتحريك الشباك ولتعزيز التقدم بثاني الأهداف. سعيد السومبري، سعيد السومبري، سعيد يسعد الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي والبدلاء بكرة الهدف الثاني مع الدقيقة 84 قبل نهاية المباراة بست دقائق. عماد فتحي أرسلها، سعيد السومبري يسكنها في الشباك، يضعها في مرمى أحمد حسين في تمركز خاطئ من المدافعين لفريق بلدية المحلة. الكرة تمر وتعدي وتفوت من على راس أحمد رضا واستقرت على جزاء سهل عند الحارس، الحارس محمد أبو جبل. خلاص فريق البنك يقترب، بل اقترب بعد الهدف الثاني واللي سجله سعيد السومبري البوركنابي من الحصول على ثلاث نقاط. هي ثلاث نقاط مستحقة للضيوف لفريق البنك الأهلي، وصل إلى النقطة الستة ليصبح في المركز السابع عشر وقبل الأخير في جدول الترتيب، متفوقا على فاركو الفريق اللي أصبح في المركز الأخير واللي عنده مواجهة غدا أمام فريق الاتحاد السكندري، بينما فريق بلدية المحلة بهذه النتيجة